انا ما بكره الرجال، انا بكرههم وبطيئهم، ما بحبهم. ليه أصريت تجي انت وبوتشي؟ لانه هيدا حياتي، هذا عمري كله. هو تعويض عن مين؟ عن حنان، الزلمه، الرجل. هلا الحيوان بعوض لك عن الرجل؟ ايه. يعني مع احترامي للحيوان ولحقوق الحيوان ولجمعيات اللي بتعنى بحقوق الحيوان، ولكن يوصل لانه وفي. ما في رجال وفي، هذا وفي. لحد هون بس لو سمحت. نعم؟ لحد هون وبس لو سمحت. لا، إذا أنت وفي؟ إذا أنت فاشل بالحياة؟ أنت غلطان. إذا أنت فاشل بالحياة؟ هو مش اوفر من الرجال ولا بتشبه. انا بثبت لك، انا بثبت لك، انا بثبت لك، انا بثبت لك. بس دقيقه، بس دقيقه، شو اللي بتسمي؟ يعني ما في اهانه لك كمراه واهانه للرجل لما بتقولي انه الحيوان بيعبي مكان الرجل بحياتك؟ انا ما بكره الرجال، انا بكرههم وبطيئهم، ما بحبهم. انا اذا فرجيك تليفوني كم عامله لواحد بلوك ما بتصدق. شي 200 ما بتصدق. ما بس حدا يحكيني بعمل له بلوك دغري. شو اللي وصلك انت اليوم تقولي انك انت بتكره الرجل؟ اي تجربه شخصيه عشتيها وصلت لك لمرحله يصير في نفور من الرجل وتفضلي الحيوان الاليف اللي هو بيعطيك تعويض عن الحنان اللي انت بحاجه له؟ كان انا هذا بيعطيني حنان، الرجل ما بيعطيك حنان لانه كذاب، كان يضربني، مشان هيك انا تركته. يعني برجع بقول، يعني هذا الرفض للرجل، واحد يقول ما في رجل، يعني ايضا مرتبط بحياه بشيء عشتيه شخصي ولد لك نفور لهذا الرجل. اوكي. وليه عم تختزلي الرجال كلها بصوره الرجل، زوجك اللي كان زوجك طليقك، عم بتعممي هالصوره على الكل؟ انا بعاشر، بشوف، بعاشر، انا بشوف انه الرجال مش وفي. مرقت بتجارب عاطفيه اخرى؟ كمان مرقت. لانه انا حكيت مع شخص، بس وصلت انه حبيته وحبني، بس وصلت انا على طريقه جواز، انه انا بحب اتجوز، اول انه تصير جواز، بس حمل حاله فل، انه كمان انه هيك ما بحبوا يصيروا جواز او شيء، بحبوا هيك يمثلوا على الوحده. لك ميرنا انبسطت كثير. ايه انا كمان ما انا بس انا ما بلجأ للحيوان، انا هذا لقيته عاطفه. تعمل ايدك علي، شو بيعمل؟ حالة الرفض للرجل او كره الرجل فيكون نوع من الخوف باللاوعي من التقرب من حياة لرجل بسبب صدمة تعرضت لها بعمر الطفولة او بعمر شوي متقدم. بالحالة البديلة عن الرجل في عدة خيارات. في بعض الاشخاص بيختاروا علاقات عابرة ما في امل منها بالارتباط، يعني فيها تكون علاقات جنسية عابرة، او فيها تكون هيدي الطاقة الجنسية، طاقة الحب، عم تتوظف من الفنون او الاهتمام بحيوانات او توظيف طاقة بقضية اجتماعية محددة بالعمل اوقات، او كلهم عمليا هي هالطاقة الحب يلي ما استثمرت مع الرجل عم وظفها بهالاماكن الثانية يلي هي بتضل بديلة عن علاقة عاطفية سليمة.